أحمد بوطاف، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الجولة الثقافية. إذن بداية، قبل أسبوع فقط نقلنا خبر مرض الفنانة زهور العنابية المعروفة في طابع الفقيرات. هذه الفنانة التي تعاني في صمت وقد زارتها مديرية الثقافة لولاية عنابة، والآن نريد وإياكم مشاهدين أن نطلع على مستجدات حالتها الصحية. وتلتحق بنا الآن عبر اتصال هاتفي. زهور العنابية، مرحبا بك على قناة النهار. أهلا بك أخت سامية. زهور العنابية، طمنينا على حالتك، واش راكي؟ والله راني شويه بنتي، يعني كيما نقولوا حنا راني نعاني في صمت. واش كاين بالضبط زهور العنابية؟ حبينا نعرفوا كثير على حالتك الصحيه. حبيت بنتي، حبيت يعاونوني من يشتغل كلتور مدير الثقافه السيد الوالي، حبيتهم يقفوا معايا ويعاونوني. جاني مدير الثقافة كثر خيره ونرفع قدره إن شاء الله، عندك لي وزير الثقافة، بس لحد الآن ما كان حكي يا بنتي. واش قالوا لك؟ خلينا نحكيو بالدرجة زهور العنابية ونفهموا الحكاية من الأول. أنت قلتي لنا عبر اتصال هاتفي وحصري معنا في قناة النهار، قلتي أنه راكي مريضة بالسرطان، جاو مديرية الثقافة، تشكرتي وزارة الثقافة، بعدها واش كاين؟ كاين وعود جسدت ولا لا؟ كاين وعود، كاين يعني رانا مطمنين معاك ورانا واقفين معاك وننظروا في الحمر تاعك، بس علي حتى الان ما كاين والو. انا لازم لي نداوي، لازم لي ندير لي ارام، لازم لي نسكانير. انا كل 3 شهور 4 شهور لازم لي نعاود هادشي كل هاكي طافي مريض السرطان. كيفاه انا درك راني نحبها يعطوني حقي. حقك من ماذا؟ حقك من ماذا زهور؟ انت معروفه باغانيك الكثيره، ديتي مستحقاتك الماليه، الاغاني والاعمال راهي مسجله في لندن. ما ديت حتى دور وبنتي، الطوفي تاعي راني من مولات 14 سنه. راني ديت في 40 سنه ولا 50 سنه، ما ديت والو، ما ديت حكي. عندي لاكارت تاع لندن، عندي لاكارت تاع الوزاره، بس راني ما نلت حكي. ما نلت والو يا بنتي من خدمتي. درك انايا كون يعطوني حقي راني ما نكسرلهمش راسهم مساكن، يا ربي اللي فيهم يكفيهم. انا نحوس على حقي باش نداوي روحي وباش نعيش، فهمتيني بنتي؟ فهمتك زهور العنابية، وضع مؤسف. حبيت نسألك أيضا على العاملين المكلفين في فرع لندن هناك بولاية عنابة، تواصلوا معاك؟ لا لا، خاصة أنه شفنا مدير ثقافة جا. واحد ما عيط لي منهم تاع لندن، جاني مدير الثقافه في التقن تاعو الكل، وجا وضحك لي السلام سيد الوالي، وعيطت لي السيده الوزيره كثر خيرها يرفع بقدرها، وقالت لي راني مدامنا معاك وراني درك نشوف معاك وراني هكا وراني هكا وراني هكا. بصح يا بنتي لحد الان راهو ما كان حدشي. انا حبيت يدخلوني عند الوالي، فهمتيني؟ يعملوا لي فيونس مع الوالي. راني مطايشه في ولاد العنب، راني حابه يقربوني للبلاد، فهمتيني؟ راني قلت لهم وقلت للسيد مدير الثقافه، قلت له راني مطايشه في ولاد العنب يا ولدي، ما عنديش سكنه، يقربني للبلاد، يعطيني سكنه في وسط البلاد، ما نقدرش نروح للسبيطار 100,000 علي و 100,000 روتور. يا بنتي راح يجرى لي كيما ابو زهر وحتى الخنشه ونعيم عبادسه الله يرحمهم. يا بنتي راح يكرا لي كيفهم. زهور العنابية، سامحيني برك نقاطعك، حتى المشاهد الكريم بالك يتساءل هذا السؤال، يقول انه 40 سنة في المجال الفني، وراه المشكل انه لحد الان ما كانش عندك مستحقات مالية من عند لندن، وايضا ما لقيتيش باش تداوي، يعني بتزيرية. خلينا نعرفوا هذو 40 سنة. راني كنت نخدم، ممنوع عليا التريسيتي، ممنوع عليا التريسيتي، وكنت نروح من تونس نبيع من قلبي، فهمتيني؟ ونروح نخدم، وعدت على قلبي ونروح نخدم العلاج، نروح نخدم العلاج باش نلم باش نروح نداوي. اخرتها بكل رحت بعت داري يا بنتي، داري زينه لعنان، داري يعرفوها، داري في طلعه تاع البحاثر راهي تتبهدل، راني بعتها باش نبيع داويت روحي وباش نعيش في ولادي. اليوم ما يكفوش معايا، اليوم عصبيت انا، ايش
وشنو هي رسالتك؟ وشنو هي رسالتك؟ وحبيت نتأكد منك، يعني راني نسقسي ونعاود نزيد نسقسي باش نتأكد انه اعمالك راهي مسجلة عند لوندا وراهي وراكي منخرطة عند لوندا، يعني لك الحق ان تستفيدي من اموال. راني بعثت البريات من مولات 14 سنة وانا عندي توفي، طلعت حتى للجزائر اللي كانوا في المرادية ولا ما نعرف وين، وشفت تكليحات الشيء ده وقال لي راه واسمك ولقمتك كاينين، بصح الشيء الاخر ما كانش. درك انايا نطالب بحقي ونراحوا لي كافيت لخدمتهم. والباب مفتوح ايضا من اجل الرد من طرف ديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره لكي نعرف القصه بالضبط، يعني ماذا هناك؟ ما هي رسالتك اليوم لوزاره الثقافه وايضا لوزاره الوصيه والمؤسسات الثقافيه الوصيه على هذا القطاع؟ شوفي وزاره الثقافه راهي عيطت لي وراهي تامنت معايا، الله غالب عليها مسكينه، هي تعيط لوندا ولوندا ساكتين، ما حبوا يعيطوا لي يكبروني يقولوا لي وش كاي، ما حبوا كش ما يبعثوا لي نعاون روحي وين ما كان حكي ساكتين، خلاص ما ردوا عليا حتى اكبر. درك انا نطالب يزربوا لي في التوصي تاعي ويعطوني حتى نص من حقي، ونداوي روحي ونهز روحي ونعيش روحي، ما نقعدش كاك. درك انا وما لقيتش الحباب يا بنتي، راني ضعت اكيد بالشفاء العاجل عليك زهور العنابيه. احنا سمعنا واش راكي تقولي، وبالموازات ايضا سنستمع للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره اذا كنت مسجله ام ماذا يوجد بالضبط في هذا الملف. شكرا جزيلا عليك ليك زهور العنابيه، ما راحش نطول عليك. ربي يعيشك بنتي، وربي ان شاء الله يعينكم، وان شاء الله نكونوا خفاف على السلطات اللي معنيه بالامر باش ما نديروش عليهم، على بالنا اللي عندهم خدمات ياسر، بصح ينظروا فيها وينظروا في الامر تاعي. يعني ما عندي حتى واحد، عندي ربي من فوق. ونحن ايضا كمؤسسه اعلاميه سنتابع هذا الملف وسنرى تفاصيلها. نشكر قناه النهار الاخت ثانيه، ونشكركم كل يما، ربي يستركم. شكرا جزيلا لك يا زهور العنابية، وأكيد سنتواصل في المواضيع وأيضا ساعة الإخبارية اللاحقة في النشرة الثقافية مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من أجل معرفة التفاصيل بالضبط. شكرا جزيلا لك زهور، وبالشفاء العاجل.